القاهرة ينضم إلينا عضو اللجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا الدكتور عماد جاد، ومن رام الله المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة. أهلا بكم معنا على شاشة الحدث. أبدأ معك سيد عبد الفتاح فيما يتعلق باستهداف واغتيال السنوار اليوم، بعد هذا الاستهداف والترقب لمن سيخلفه، وبالتالي تداعيات كل ما يجري من تصعيد وضغط عسكري إسرائيلي على قطاع غزة على مسار المفاوضات. نعم، التحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. يعني نحن ندرك تماما أن العقبة الرئيسية كانت أمام الوصول إلى أي اتفاق هو نتنياهو الاحتلال. نتنياهو دخل إلى قطاع غزة قبل عام وهو أعلن عن هدفين، قال القضاء على السنوار وحماس وإعادة الأسرى لدى المقاومة، لكن على الخلف من ذلك وفي أهداف استراتيجية غير معلنة كان داخل يعني ذاهب إلى قطاع غزة للقضاء على الشعب الفلسطيني وللسيطرة على قطاع غزة واحتلال قطاع غزة كما هو يحصل الآن، بغية تعزيز فصل قطاع غزة عن باقي الجسد الفلسطيني وحتى لا يكون هناك دولة فلسطينية. وبالتالي أهداف نتنياهو كانت أكبر بكثير من اغتيال يحيى السنوار، وإن كان اغتيال هذه الشخصية المهمة في حركة حماس كان هدفا كبيرا لدى الاحتلال، لكن أعتقد أنهم كانوا يريدون من ذلك أن يكون الحلقة الأخيرة في العدوان على قطاع غزة حتى لا يطالبه أحد، وأقصد نتنياهو، أن يوقف عدوانه على اعتبار أنه حقق ما يريد، وبقي الآن موضوع الأسرى. نتنياهو لا يريد أن ينجز ذلك سريعا حتى ينجز المخطط الأكبر، وهو من كان السبب في إعاقة هذا الأمر. لكن أعتقد نعم أن وجود الشيخ يحيى السنوار رحمه الله في مفاوضات تتعلق بالأسرى سيختلف عن غيره من القادة، على اعتبار أن الشيخ السنوار كان مسكون بالتزام أخلاقي ووطني تجاه رفاق الأسر الذين لم تفرج عنهم صفقة شاليت وبقوا داخل السجون وهم قيادات وازنين لدى حركة حماس، وهو كان يشعر أنني ملتزم إزاء تحرير هؤلاء الأسرى، وهو سيكون موقفه متصلب في تقديم أي تنازلات من شأنها أن لا تخرج بصفقة تبادل وازنة وأن تحقق الإفراج عن كل هذا العدد الكبير من الأسرى. يعتقد الاحتلال وربما أن تكون القيادة السياسية لحماس عندما تفاوض على هذا الأمر لن تتصلب كما تتصلب القيادة العسكرية، وأن خوف قيادات الحركة أن دورهم سيكون قادم على لائحة الاغتيالات إن لم يكن هناك تنازلات حقيقية تفضي إلى صفقة سيكون وضعهم مختلف عما هو عليه الآن. صحيح. المعطيات يعني بعض التقارير أيضا تتحدث على أنه ربما ستكون في حال اختيار قيادات من الخارج لاستكمال المفاوضات ربما يكون هناك أيضا ما سمي أو أطلق عليها الخروج الآمن لبعض القيادات. أذهب هنا إلى الدكتور عماد جاد. دكتور عماد، على مدار عام كان دائما لك رأي فيما يتعلق بمسار الذي تنتهجه حركة حماس. اليوم استمعت إلى خليل حية، وخليل حية من الأشخاص المهمين في المفاوضات التي تجري على مدار الأشهر الماضية. اليوم باستهداف يحيى السنوار والتهديد باستهداف شقيقه محمد السنوار، برأيك كيف ستبدو حركة حماس في الفترة المقبلة ومسار المفاوضات، ما هو مصيره؟ مساء الخير لحضرتك أستاذة إنجي ولضيفك الكريم الأستاذ عبد الفتاح، وأنا كنت أتمنى كمواطن مصري قبل أن أكون محللا سياسيا أن أستمع من فتح لي رؤية تبني، رؤية تتحدث عن كيفية التعامل مع المرحلة القادمة. نتنياهو يمكن أن نتحدث عن شره وعن جرائمه للصبح، لكن يعني دكتور عماد، يعني سأدعك تكمل، هذا كان سؤال لدي بأني كنت سأتوجه بعد ذلك وأسأل يعني السيد عبد الفتاح عن هذه المحادثات الأخيرة على مدار يومين في القاهرة من أسبوع فقط ما بين فتح وحماس ولم تفضي إلى شيء. سنعود بالتأكيد ونطرح هذه النقطة، ولكن تكمل إجابتك الآن دكتور عماد. معلش أنا آسف، بس يعني من معزتي للأستاذ عبد الفتاح كنت أتمنى أستمع لوجهة نظر بناءة لمصلحة الشعب الفلسطيني. القطاع كان مفصول عن الضفة، وحضرتك عارف
بانقلاب وبدم، مع تعاطفنا مع الشعب الفلسطيني، ما نتكلم على مناضل وشيخ، والقضايا لا محتاجة شيوخ ولا محتاجة إخوان مسلمين، القضايا محتاجة ناس عمليين يقدروا يحرروا. وبعدين هجاوب على سؤال حضرتك، ما قاله خليل الحية هو خطاب انفعالي وقتي متأثر بالأحداث، باغتيال السنوار، عايز يوصل رسالة طمأنة نفسية للتابعين إن إحنا زي ما إحنا، ولو راح شهيد هيجي 1000 شهيد بيتولد، وهذه يعني المنظومة المحفوظة منذ سنوات طويلة. لكن اللي أنا عايز أقوله إنه في وسط كلمته وسرب كلام في منتهى الخطورة لما بيوصف السنوار، وده اللي أنا كنت أحب أسمعه من الأستاذ فتاح، إنه بيوصف السنوار بأنه خط أول سطر في تحرير فلسطين. طب فتح راحت فين؟ والشعبية راحت فين؟ والديمقراطية راحت فين؟ كل المنظمات دي اللي قدمت، يعني أبو علي مصطفى يعني فطس ولا استشهد؟ فتح قدمت قديه شهداء؟ أبو جهاد اغتيل في تونس ازاي؟ فأنا لما أجي ألاقي واحد هو عمره أصلا حماس اتشكلت فبراير 88 بعد الانتفاضة الفلسطينية، انتفاضة الحجارة الأولى، وكانت وبالا على الانتفاضة، والأستاذ فتح يعلم ده تماما، كانت وبالا على الانتفاضة. ولما وقع اتفاق أوسلو كانت بتقوم بعمليات انتحارية جوه تل أبيب وغيره، وجاء العامر اليهودي المتطرف قتل رابين، فطلعنا بره الموضوع. فأنا عايز أقول يا أخوانا كفاية الدمار اللي حصل، إحنا محتاجين رؤية تتعامل مع الواقع المعاش عشان نوقف العدوان. يعني فكرة أنا اقترحت مع حضرتك من زمان خروج الهيكل العسكري الأعلى لحركة حماس، وتسليم المسألة لمنظمة التحرير. منظمة التحرير تقدر توظف ده دوليا وتتشابك مع العالم الخارجي وتستغل التعاطف اللي حصل، ونبدأ نتكلم على حل الدولتين. لكن هنتكلم على الشيخ السنوار الله يرحمه، هنتكلم على الشيخ خليل الحية وكذا، انت دينت القضية. القضية الفلسطينية قضية أرض، هي قمة البقعة الوحيدة في العالم اللي بقى الاستعمار. طيب لو تسمح هنا دكتور عماد، حتى يتم توزيع الوقت بشكل يعني متكافئ ما بينكم، يعني السيد فتح بالتأكيد لديك تعليق ورد على الدكتور عماد. يعني اليوم بعد عام من هذا الهجوم، هجوم 7 أكتوبر، أكثر من 40,000 قتيل في غزة، إسرائيل موجودة في كل مكان داخل قطاع غزة، يعني كلام حتى عن وزراء من اليمين يتحدثون عن إعادة مستوطنات إلى قطاع غزة. اليوم ما الذي تقوم به حركة فتح أمام، حتى لو كان هناك موقف متعنت من نتنياهو، ما الذي تقوم به؟ لذلك سيدتي أنا قلت أن المشكلة الأساس هو في هذا الاحتلال الذي ينفذ مشروعا كبيرا، هو لا يريد حماس ولا يريد فتح ولا يريد الدولة الفلسطينية، هذا ما يريد نتنياهو اليوم. لكن وأنا أحيي دكتور عماد، يعني دكتورنا العزيز، مصر أكثر من يعرف حقيقة ما يحصل في فلسطين. مصر أكثر يعني الأشقاء حرصا على أن نصل إلى وحدة وطنية حقيقية وترميم للبيت الفلسطيني الداخلي تحت مظلة الشرعية الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية. يعني ألم يعني وهنا عذرا على المقاطعة، ولكن سيد فتح أنت تكرر كلام مرة أخرى بأن هذا المشروع الإسرائيلي الكبير الذي تريد تنفيذه، ألم يكن كل ما يجري على مدار العقود الماضية في الداخل الفلسطيني سببا وربما ذريعة لإسرائيل حتى تصل إلى هذا اليوم؟ لا، يعني هم كانوا يريدون أن يصلوا إلى هذا اليوم في أي مرحلة ما عندما يجدوا أن الفرصة مواتية لتصفية القضية الفلسطينية. لكن ما المطلوب منا فلسطينيا؟ أن نواجه هذا المخطط الكبير. يعني هذا الانقسام عمره 18 سنة، وكان هناك جهد كبير يبذل، ومصر على رأس من بذل هذا الجهد الكبير لطي صفحة الانقسام، لأننا ندرك تماما أن الوضع يتطلب موقفا فلسطينيا موحدا، وأن فصيلا بعينه لا يمكن أن يدير الشأن الفلسطيني. الفصائل يعني تبحث دائما عن مصالحها الشخصية والحزبية الضيقة، بينما منظمة التحرير الفلسطينية هي تبحث وتعمل على مشروع نضالي وطني تحرري
يقودنا إلى الدولة الفلسطينية. السيد الرئيس محمود عباس ما قبل 7 أكتوبر بعد أن كشفت حكومة اليمين الحالية عن حقيقة مشاريعها، هو من طلب بعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين، وهذا ما تم في العالمين، وقال لهم أننا ذاهبون إلى مرحلة خطيرة يريدها هذا اليمين المتطرف، دعونا نكون موحدين في مواجهة أي مرحلة قادمة صعبة. لم يستجب أحد إلى ذلك، اختارت حماس أن تدخل هذه المواجهة منفردة وفي ظل الانقسام من 18 سنة، يعني آخر لقاء ما بين وفود لحركتي حماس وفتح كان يعني تقريبا يوم 10 أكتوبر، منذ يعني أسبوع تقريبا أو أكثر، لم يحدث أي خرق من أي شكل؟ يعني لو تحدثنا ما لديك من معلومات حول مدار في هذا اللقاء على مدار يومين كان. وهذا اللقاء كان هدف ما تحدث عنه دكتور عماد، يجب أن تفكروا فلسطينيا في أدواتكم وما الذي تمتلكونه حتى توظفوه جيدا في مواجهة هذا الاحتلال، بعيدا عن الحديث عن القضايا التفصيلية الحزبية، لأن الوطن أهم من الحزب. يعني الكل يتحدث عن اليوم التالي للعدوان، مع أن هذا العالم لم يساعدنا للوصول إلى اليوم الأخير للعدوان، وحتى نقطع الطريق أمام أي أحد يقول أن الفلسطينيين غير جاهزين لقيادة شأنهم الفلسطيني الداخلي، نحن نقول نحن جاهزون ولن نقبل بوجود أي طرف غير فلسطيني. لذلك كانت مصر الشقيقة دائما تتدخل لصالح الشعب الفلسطيني، وتم نقاش البدائل التي من شأنها أن تكون صالحة لإدارة الحالة في قطاع غزة، تحت سياسيا تحت مظلة منظمة التحرير، وإداريا تحت مسؤولية الحكومة الفلسطينية التي يعينها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفقا للقانون الفلسطيني. وكان النقاش حول ذلك الأمر، لم يخرج عن الاجتماع أنه فشل، كما لم يخرج عنه أنه نجح، ولذلك اختار المجتمعون أن يصمتوا عن الحديث إعلاميا، لأنه ربما يكون هناك استكمالا قادما يعود بالمصلحة. كل ذلك وقطاع غزة يعاني في ظل بقاء الوضع على ما هو عليه. طب دكتور عماد، يعني كان هناك حديث في القاهرة، أو ما تم يعني بحسب بعض المصادر بأن هناك حديث عن لجنة من مجموعة من المستقلين تدير قطاع غزة في اليوم التالي. يعني اليوم ما ذكرته أيضا نيويورك تايمز، كيف تراه دكتور عماد في ظل هكذا وضع مستمر لحالة انقسام، عدم الوصول على إلى اتفاق ما بين الفلسطينيين في شكل قطاع غزة ما بعد اليوم التالي؟ يعني هجاوب على سؤال حضرتك، بس اسمحي لي في جملة سريعة للأستاذ عبد الفتاح. لا يعني أنا عن نفسي من 25 سنة زرنا الأستاذ خالد مشعل في مركز الدراسات في الأهرام، وسئل سؤال لماذا لا تدخلون منظمة التحرير، فكان رده إحنا مكافئ للمنظمة، ولو قبلنا الدخول هناخد 51% من أصواتها. يعني لازم نبقى صراحة ونتكلم على إن الموضوع مش في تحرير فلسطين ولا طريقة النضال ولا، عشان كده أنا بنزعج كثيرا من التركيز على الحكومة الإسرائيلية، حكومة عدوانية ومجرمة وإرهابية نقول له الصبح، لكن أنا عليا إيه؟ أنا المفروض أتعامل معاها إزاي؟ يعني اجتماعات في العالمين واجتماعات في القاهرة، ثم راحوا موسكو، ثم راحوا بكين، ثم راحوا قطر. يا عم ما تركز في مكان، اوصلوا لاتفاق، وبعدين في العالمين حلفوا كلهم انه خلال فترة صغيرة هيخلصوا الموضوع وهيعملوا، وحماس تدخل منظمة التحرير. وبالمناسبة يعني كان ميثاق حماس اللي أنا قريته بعد صدوره مباشرة بيقول فلسطين من البحر إلى النهر أرض وقف إسلامي لا يجوز التفريط في شبر منها، زي سموتريتش وبنجفير اللي بيقول بين البحر والنهر لا توجد إلا دولة يهودية فقط. حماس غيرت، يعني فجرت لنا اتفاق أوسلو، عملت عمليات انتحارية وسميتها استشهادية، يعني أطفت على سيف القداسة. وبعدين خالد مشعل في خطاب التنحي عن رئاسة حركة حماس قال يقبل بدولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 من 67، عودة اللاجئين عاصمتها القدس الشرقية. طب ما ده برنامج المنظمة، انت مختلف مع المنظمة في ايه؟ يعني قول لي ايه الخلاف بعد ما قال هذا الكلام عن المنظمة. استاذتي الفاضلة باختصار شديد عشان ما اخدش وقت ضيفك الكريم، ده الحل الوحيد، الحل الوحيد قدر من الواقعية
بدأ قريته عن الواشنطن بوست وغيرها بتتكلم على حكومة تكنوقراط برئاسة سلام فياض أو غيره أو غيره وقوات مع قوات دولية. دولية. أنا على فكرة قلت ده، قلت مع حضرتك قبل كده صحيح. ومع قناتكم الكريمة، أنا مع قوات دولية، لأن معنى قوات دولية إن أنا بدول القضية، بقت القضية دولية في توجه لأنها أراضي محتلة، شيل إيد إسرائيل عنها وأبدأ مفاوضات وأخد خطوة خطوة. يا إخوانا إحنا من 47 في 47 48 فقدنا نص المساحة المخصصة للدولة الفلسطينية، وتبقى الربع او 22% احتلتهم اسرائيل في 67. دلوقتي ما بنتكلمش على قرار 181 بتاع التقسيم اللي بيدي الدولة الفلسطينية 44، بيتكلم على ناخد قد ايه من ال 22 وتبادل اراضي. اتمنى من الاخوه الفلسطينيين نظره واقعيه، وانهم يساعدوا الدول العربيه زي مصر والمملكه العربيه السعوديه وقطر والامارات، يساعدوهم عشان يقدروا يتبنوا موقف يواجهوا العالم بيه. طيب وهنا يعني لماذا لا تساعدون، يعني سأأخذ هذه الجمله تحديدا من دكتور عماد الى السيد عبد الفتاح، يعني اليوم لماذا لا يوجد موقف، وإلى متى سيظل هكذا الموقف من الفلسطينيين باختلاف الفصائل حتى لا يساعدوا أنفسهم حتى اللحظة للوصول إلى تصور يتفق عليه الجميع حتى يتم إنقاذ غزة، يتم الوصول إلى حتى حل الدولتين؟ والله السيدة أن كل ما تحدث به الدكتور موضوعي، وهذا مبرر عربيا أن يتم الحديث عنه بهذه الصراحة لنا فلسطينيا، لأن نحن أصحاب المشكلة. لكن يا سيدتي، هناك من لا يريد، هناك من كان يعتقد في نفسه أنه بديل عن منظمة التحرير، وبالتالي اليوم مطلوب منه أن يكون جزءا منها ملتزما بالتزاماتها، وحتى هذه اللحظة لا يريد أن يصل إلى هذه المرحلة من التفاهمات والتوافقات السياسية. كذلك يعني هذا الأمر المتعلق بالانقسام أيضا له امتدادات إقليمية، وهناك أجندات غير فلسطينية تريد أن تستثمر ذلك، وأريد أن تستغل وتريد أن تستغل فصائلا فلسطينيا لتحقيق يعني أجنداتها الخاصة على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب الوحدة الفلسطينية، وبالتالي التعقيدات كثيرة. يجب علينا أن ندرك اليوم وقد وصلنا إلى مرحلة أن الفلسطيني يجب أن يكون موحدا حتى يستطيع ويكون قادر على مواجهة هذا التحدي الكبير، وأن نحرر أنفسنا من هذه المصالح الحزبية، وأن نحرر أنفسنا من هذه الولاءات الخارجية إلى أجندات لا تريد مصلحتنا بقدر ما تبحث عن مصالحها. يجب أن نصل إلى هذه المرحلة. يعني ما الذي نريد أن نقوله للآخرين؟ الكل يدرك اليوم أين هي المشكلة، ونحن يعني صرنا نتحدث مع الأخوة في حركة حماس بلغة مغايرة، وصارت اللقاءات أكثر إيجابية وانفتاحية، ودعونا نصل إلى توافقات. يعني صرنا نبحث عن أي توافقات من شأنها أن تمهد للوصول إلى ذلك، لكن نحن بحاجة للوصول إلى قناعات حقيقية أن مصلحتنا في الوحدة الوطنية تحت مظلة الشرعية الفلسطينية. دون ذلك سيكون هناك انقسام يغذيه العديد من أصحاب الأجندات الخارجية والإقليمية، وهم لا يساعدوننا إطلاقا. يعني نتمنى أن يتعامل الكل معنا كما مصر وعديد الدول العربية التي تريدنا أن نصل إلى هذه التوافقات وهذه الوحدة دون أي مصلحة. وهنا لها. يعني اسمح بكلمة أخيرة في دقيقة للدكتور عماد جاد فيما يتعلق بالأجندات الخارجية. أيضا يحيى سنوار قيل بأنه من عمق هذا التحالف مع إيران. اليوم حركة حماس كيف، أو ما المسار الذي ستنتهجه في هذه المرحلة؟ في دقيقة من فضلك دكتور عماد. حاضر، بس أنا عايز أعيد التأكيد على يعني سؤال حضرتك السابق، إنه الحل الوحيد للقضية الفلسطينية توافق وطني فلسطيني، نشر قوات دولية، مش لأني بحب القوات الدولية، لا، لأن ده بيدينا بعد دولي وبيدول القضية. حماس السنوار له تصريحات مشابهة لتصريحات حسن نصر الله، وهي إن إيران مدتنا وإيران ساعدتنا وكذا. الأمر سوف يعتمد أستاذة إنجي على من سيخلف السنوار. السنوار كان رافض يجيب خالد مشعل، وخالد مشعل مش محسوب قوي على الجناح الإيراني. كويس، إذا خلفوا يعني الدقيقة خالد انتهت مشعل دكتور موسى أبو عماد. مرزوق أو نعم للأسف، شكرا جزيلا لك، وبالتأكيد سيكون لنا لقاءات أخرى من القاهرة. أشكر عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا الدكتور عماد جاد، وأيضا أشكر من رام الله المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، شكرا جزيلا لكما.